من كانت له رائحة كريهة أو أصابه العرق أو كذا قد يؤذي المصلين فهذا يجب في حقه، ومن لم يكن كذلك فيستحب في حقه أن يغتسل للجمعة. فعلى قول الجمهور وهو أنه مستحب، وعلى قول شيخ سان تيمية في أنه من كان له رائحة إذا اغتسل ليلة الجمعة ولم يصبه يعني عرق في صباح الجمعة وكذا فالأمر واضح أنه يستحب في حقه، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ومن ذهب من أهل العلم إلى أنه يجب الغسل للجمعة وليس يستحب فاختلف، بعضهم قال لا بأس أن يغتسل من ليلة الجمعة، بعضهم قال من يوم الجمعة، وبعضهم قال وهو الإمام مالك قال يغتسل إذا أراد الذهاب للجمعة، يعني ما يصير يغتسل 6 الصبح ورايح الساعة 11 مثلا، لا يغتسل حين إرادته الذهاب للجمعة، فيكون الاغتسال مرتبط بالذهاب، يكون الاغتسال مرتبطا بالذهاب. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إذا اغتسل ليلة الجمعة فلا بأس.